عندك سنين والكعبة مشتاقة العين؟ تتمنى تشرب من ماء زمزم حتى تروى وتسعى بين الصفا والمروة؟ ترافل تو دو تحقق لك حلمك وتقدم لك رحلات أسبوعية كل خميس على متن الخطوط السعودية للمدينة مباشرة، وتوفر لك فنادق 4 و5 نجوم مطلة على الحرم. امشي لأي نقطة بيع ترافل تو دو وتمتع بتسهيلات في الدفع توصل ل 36 شهر. رجعنا 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 مع عبدالله ورجعنا مع ترافل تو دو. شكون منا ما يتمناش يزور بيت ربي ويطوف بالكعبة يروى من ماء زمزم؟ اش خير ما الدعاء والصلاة في مكة المكرمة، وخاصة إرضاية الوالدين اللي حياتهم الكل يحلموا يمشيوا ويعملوا عمرة. دونك اش خير من إرضاية الوالدين تفرحوا وتودوا بكادو العزيز عليك وتفرحوا بعمرة بأعز الأسوام. ترافل تو دو عندها 4 سنين من اللي لانسات العمرة برشا إتقان وحرفية، إحاطة مثالية للمعتمرين وجودة خدمات لا تقبل المنافسة، فهذا اللي خلى اليوم حرفائها فرحانين 100%. هذاك علاش يلزمك تتعدى لترافل تو دو وتلا 4 و5 نجوم قراب من الحرم، مرافقين اكفاء ذوي خبره يتلهوا بيك ويعاونوك. رحلات مباشره تونس المدينه المنوره، تسهيلات في الدفع توصل حتى 36 شهر. وعلى خاطر فما برشا اقبال على العمره، ترافل تو دو زادتكم رحلات اضافيه لو 14 لو 15 اي لو 16 مارس. هذا الكل بداية من 2,799 دينار أكهو. تنجم تمشي أي نقطة بيع ترافل تو دو بحذاك، ولا بالتليفون تحسج تعمل ريزيرفاسيون على 70 103 103، سينو تدخل على سيت ترافل تو دو باش تعدي أحلى أيامات حياتك مع ترافل تو دو. العمرة في زمان وأمان. عندك سنين والكعبة مشتاقة العين؟ تتمنى تشرب من ماء زمزم حتى تروى وتسعى بين الصفا والمروة؟ ترافل تو دو تحقق لك حلمك وتقدم لك رحلات أسبوعية كل خميس على متن الخطوط السعودية للمدينة مباشرة، وتوفر لك فنادق 4 و5 نجوم مطلة على الحرم. امشي لأي نقطة بيع ترافل تو دو وتمتع بتسهيلات في الدفع توصل ل 36 شهر. كالعادة توا مع الربح ومع الجو، لو تشالنج باي ترافل تو دو. رجعنا كما تشوفوا، رجعنا مع ذا تشالنج باي ترافل تو دو. ما بقى لنا كان نستقبلوا المتبرين نتاعنا اللي كالعاده كوبلوات اللي ناديه وبلال وسماء وربيع. ربيع انت الظاهر انت اربع فصول مش ربيع صاحبي، تبارك الله عليك. 5 و5 ألف مرحبا بكم لله. تعرفوا الجو، تعرفوا البرانسيب تاع الجو. عندكم دي بول جون هنا 9 كعبات، في واحده منهم فيها مفتاح، مش يلقى المفتاح الاولاني يمشي يحل الكوفر ويربح فواياج بور دو بيرسون. اوكي النساء باش نغمزوا لهم عينيهم، والرجال يقيدي ونساهم يقول لها اش تعمل. مدام عندك هنا فيران، عندك حنوشه وعندك نوع من الزفادة، حاجه نعيش معاها كل يوم في ديارنا. وانت كيف كيف عندك فيران وعندك زفادة، شكون يخاف من الفيران؟ شكون ما يخافش؟ انا نخاف بالرسمي. انت تخاف من الفيران بالرسمي؟ انت تخاف من الفيران؟ ملا انا اش نعمل صاحبي؟ وشكون يخاف؟ يزغبوك. ها؟ يزغبوك والجرانه. تكلم ما تخافش ياسر بالربع. ولا بيا جيب لي بوندو مادام ما يحملوش جو نبهي ليك. باش نعطي ضربة الانطلاق، تهز هذيا تختار الصندوق اللي تحب وتقديها من غير ما انت تدخل يديك. 1 2 3 جو. ما تمشيش قدام الصندوق، امشي جاي امشي عندك. يلا هيا
مدلو فار مدلو فار مدلو فار. حليتها ما شفت فما فتح ولا مسرح هذه هذه جبت اهو اهو القناة ستوب بارك الله عليك يا صاحبي الحمد لله. ما تخافش ما تخافش صاحبي ما تخافش قمت يفك لك انت مبروك عليكم فواياج بور دو بيرسون مع ترافل تو دو. لكن انتوما ما خسرتوش زاد ما يخسر حد عندنا ما يخسر حد مع ترافل تو دو ربحتوا سيجور في اوتيل 5 ايطوال اوفير بار ترافل تو دو. مبروك عليكم ميرسي بوكو ميرسي ترافل تو دو. انتوما زاد كان تحبوا تجيو لهنا حب تربحوا فواياج دو ريف بور دو بيرسون والا سيجور بور دو بيرسون زاد 5 ايطوال دو لوكس ما يخسر حد مع ترافل تو دو. تجيو لعبد اللي شو تايم منكم تعملوا جو منكم تشوفوا الفيران نتاعنا ودنيتنا والحنوشه نتاعنا. تدخل على بايس فيسبوك ترافل تو دو تحط جيم تبع لي كونديسيون دو جو وتنجم تكون بحذانا هنا. ميرسي ترافل تو دو. الجمعه الجايه ان شاء الله تربحوا معنا فواياج اخر. بيا مبروك عليكم رجعتيهم هذايا انتم خذيتوا الوحده نتاعكم ولا هزيت هذايا هذايا اللي خرجتها من هنا خليتها هنا هذايا فواياج نتاعك رد بالك ماكش مسافر في الصندوق انت كانت طياره شوف ترفع شوف لا. مبروك عليكم زاد انتم السيجور ميرسي خويا يعطيكم الصحه مبروك عليكم مبروك عليكم اتري بيانتو فاصل ثم نعود. عندك سنين والكعبة مشتاقة العين تتمنى تشرب من ماء زمزم حتى تروى وتسعى بين الصفا والمروة؟ ترافل تو دو تحقق لك حلمك وتقدم لك رحلات أسبوعية كل خميس على متن الخطوط السعودية للمدينة مباشرة وتوفر لك فنادق 4 و5 نجوم مطلة على الحرم. امشي لأي نقطة بيع ترافل تو دو وتمتع بتسهيلات في الدفع توصل ل 36 شهر. رجعنا مع عبدالي رجعنا مع عبدالي شو تايم ومبروك للي هز قبيله وربح الكهرباء مبروك عليه سي مصباح العمراوي واللي يحب زاده يربح كهرباء كيف يجي يهز كهربته من هنا يبعث حرف ا تو سويت على 85 899 وتنجم تبعث اكثر من ميساج كما عمل مصباح العمراوي وتكون انت اللي ربح الكهرباء. وتوا باش نستدعاو ضيف عزيز علينا جانا قبل لكن ديما كي عنده جديد واي فنان عنده جديد مرحبا به استقبل لي ضيف عزيز عليا ديجا نحبه برشا. اذا سيداتي انساتي سيداتي عزيزي المشاهد عزيزي المستمع نستقبل معه بكل فخر نجما كوميديا بالهزليات جدير وخبير ورجل من الزمن الجميل الفكاد في نقده ليس لا مثيل أعماله تشهد له بذلك وهي خير دليل. إلينا وإليكم عبد السلام النابلسي تونس وستان لورن العرب الممثل القدير والفكاهي البصمة لطفي بطقة. منور يا كبير أهو عسل يا أبو الألطاف. نقعدوا كيكة هذا يا انت. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. والاخرين هذاك. اسمه على زسمه لطفي بنطقة. زسمه ايه؟ زسمه. سيرتو زسمه بالسات وشال. زسمه اسمه على جسمه لطفي بنطقة بنطقة. العايز الفوك الجاف. العايز الفوك. تولدت في حماسة. لا حبينا ان احنا جينا في المولد. جيت في المولد وسعنا على حسيته وسعنا الانتشار طبعا. سامحني سير انت كهكا ضامر وقبل ما تكون فكاهي كنت ضامر في الحومه كيما برشا فكاهين تبدا حياته ضامر مش عبد مثلا يكتشف اللي هو ضامر يا ضامر يا لا يا عندك ما عندكش تفدلك برشا مع اصحابك ولاد الحوم راهو شيخين عليك ساعه من الاول على كلمه بندق لا الظاهر ديما فما لقب معين لعباد شيخ علي عملوا لك لي فان الكل ليه سيرتو في الاساتذه والمعلمين فانت شيخين على كلمه بنطقه اخرج هو مش على حاجه يحبوا نخرج يحبوا نخرج ديما اكسكلو بنطقه اخرج ديما اكسكلو وانا نرفع صبعي باش نجاوب وما يطرشقوا بالضحك وفي عائلتك شكون ضامر باش انت جيت ضامر
لازم فما شكون ضامر، شكون عندك الجان يتعدى. اي عندنا برشا ضامرين في العائله، خالي، عزيزتي، عزيزي. تفكر انا فزيت كما مماتي يرحمها قمر، مشيت باش طلع على عزيزي في جبانه وقتها وفي حمام لنفه. جاء القبار قال لي حاجه بلي ماذا بيك تعطيني 200 فرنك. قالت له نتاع شنو؟ قال 100 بيضت القبر و100 نعس عليه. قالت له وليدي 100 القبر ها هي ماك بيضته هذا حق هو تعس عليها علاش؟ قالت كان قام جيبه لي تو نعطيك 5000. ما حلاها ما كان ناس بكري ودنيا وجا. قالت له قالت له مازال تعس عليه ليش كيبيك؟ قالت له ما عادش تعس عليه خليه غادي يلقط عليها. كنا نقولوا في السيود ناض، قالت له كان ناض جيبه لي نعطيك 5000. لطفي ندخلوا في صلب الموضوع. عملناه وجيت بحذانا وعامل تالي معناها وعملت ميسيون حلو وتاثرت. الميسيون كانت ناجحه. انا نراها بصدق مش خاطر انا انفيتي عندك، من احسن لي زيميسيون، كان مش احسن ميسيون عملتها في حياتي معناها. ربي يفضلك خلي احلو برشا صادق زاد. ومن بعدها كلموني معناها تلفزه في تونس اللي هي قناه تونسنا وقالوا لي لما لا تدخل معنا وتجي تعمل. فوالا هذا اللي حبيت نعمل. كانت مبروكه عليك. معناها عم ناول انت بعد ليميسيون هذيك خاطر من الاول تذمرت شويه. أي. وضع نتاع الفنانين ماك تعرف كلنا نحن الفوق واللوتر كلنا مشاكل كبيره ياسر عند الفنانين سيرتو في الفلوس مش قاعدين يخلص الفنان صحيح. التونسي معاناه كبيره لطفي انا شو نقول الطباخ يطيب والعساس يعس والبنا يبني والمبدع والفنان يخدم وبعد يبدا على فلوس ويطلب التليفونات ما يهزوش عليه معناها مشكله كبيره ولا تقريبا تلفز كله تلفز كله ومشكله كبيره مشكله كبيره ياسر ما عندوش شكون يضمن له حقوقه الفنان التونسي وبرشكي وعندك حكم بيت فهمت وما يكلم لكن حد. في هذا الكل خويا العزيز مهنيا العام الاخراني هذا 2019 ما كانش خايب لطفي لا الحمد لله انا بصدق لطفي انا نخدم نجتهد نحاول فهمت مش كان تخدم فزاد فما زهر فما اليوم تلقى روحك عامل عندك دو فيلم زوز افلام خرجوا صحيح فيلم خرجوا وفيلم مازال في المونتاج الفيلم الاولاني اللي هو نتاع قيس شقير بالمناسبة تحية لي خدمت معاه اللي ليك ليك سيت كوم والهربة إن شاء الله سنة ثم الهربة اثنين وعملنا الفيلم هذايا اللي هو معناها إن شاء الله يعجب برشا ناس خاطر فيه تقريبا برشا 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 كوميديين في جعفر القاسمي كريم بسام فرحات هنانة صادق حلواس والقائمة تطول سلاح مصدق معناها إن شاء الله إن شاء الله فيه برشا ضحك نحكيو على مشكي وعاود اللي شفنا ليزافيش نتاعو هبطوا على الميديا إن شاء الله فهمتني شو وقتاش يخرج الفيلم لافون بريمير نهار ثلاث ويبدا يتعرض من غدوه يخرج تقريبا في معناها موجود حاليا نحن اليوم الخميس اي قاعد في كامل تراب الجمهوريه بدا البارح يتعرض وشنو هو الدور لطفي والله يدور من كما كان يقدم فيا من الزمن الجميل معناها اللي قبل وكيفاش كانت باش تتنبؤوا ناس باش تصير ثوره وثم ناس اكل يقول لك انا معناها راني تجمعي اما من داخل النهضاوي وراني انا نحب النداء اما من داخل كذا عباد اللي محي مع الريح الرول نتاع الدور نتاعي ها تفرجوا في بوندانونس بعد نحكيو شويه على الفيلم نحكيو في الحبس تعرف شكون صاحبك شكون هذوك هاي روح قضيتي قضية أمك الله أكبر احنا بخير متفرقنا كان الموت لعن الله الشيوعيين الكفرة شكون كفرة نحن كفرة ولا ما نسمح لكم يا خوف بعض اليوم يا شباب يهديكم رانا 2009 وبنا عليه حي 2009 2009 صار سوء تفاهم احنا جينا من 2019 ثم سلعه جديده دخلت الحومه بعثك باش تلقي لي اموري خارج متفرهده ملا تونس كلها تاكل وتوكل انا الامير ابو خنجر نجمة هايتي لي خنجر لكنك متزوج باربعه والخامسه في الشرع حرام بالله هذا منظر تاع واحد عنده كارنيت شيك حب نقابل المعلم نعم باش يعملوا عليك ثوره سيد الرئيس شكونهم اللي باش يعملوا عليا ثوره الشعب باش يعمل عليك ثوره اقسم بالله باش شد النار انت ريتني تجمعي انا خويا من داخل نهضوا شنيا تجمعي ويسب في بن علي في المركز افتح الكاميرا اني ما عادش النجم
جاتهم صدمة هبل. ما تخرج عليا دكتور. تسمع فيا؟ قلت لك مانيش لاباس ما بريتش. الجماعة هذوكم عاملين إسلام على قد قياسهم. الأمير كي يقول باش يحرق بار يعني باش يحرق بار. بعد ثبوت إدانة المتهمين قضت المحكمة بالسجن لمدة 20 سنة. تموت والدار من بيحاج يا خرشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الحقيقة بوند انونس مشوقة، شفنا حتى الجمهور كيفاش قاعد يتفاعل معها. اسامي كبار تبارك الله، معناها عيسى حراث كي تشوف انت، فاطمة بن سعيدان، محمد كوكا، معناها يقبلوا باش يكونوا ضيوف شرف، معناها اسامي كبيرة. اسامي كبيرة في من الوليدات الصغار الكبار، اسامي كبيرة يعني اسامي تجيب الجمهور، عندها جمهورها. وتحية للي يكتب زاد فكرة حلوة، فكرة قيس شقير اللي هو المخرج، واللي يكتب معاه سليم بن اسماعيل، والمخرج والمنتج بديس السافي، معناه ناس تجندوا باش يخرجوا العمل هذايا بالحق ان شاء الله. نجم نقولوا لقيس شقير تخصص في الكوميديا ولا عندنا مخرج كوميدي؟ اي اي احنا خاطر اللي صنعتنا الكوميديا هذيك خدمتنا، نعرفوا شكون عنده القماش، شكون يعطيك الحريه باش تزيد اكثر، شكون يكون عندك رول نتاع دو جور دو تورناج ولا ثلاث ايام على اقصى تقدير يعمل لك جمعه كامله، خاطر يمن بيك يمكن بامكانياتك يضيف لك يزيدك يكبر لك في الدور. معناها هو كما قال في سمعته في موزايك، يقول راهو التلفزه بالنسبه لي انا كانوا عرس في صح السينما كارتاج. به نحكي شوية على تجربتك في التلفزة الموسم اللي فات. أي. البرنامج اللي عملته في تونس. أي. كان برنامج محترم في قناة ماهيش كبيرة، ما عندهاش إمكانيات، خرجت كمام خدمة برودوي مزيان. والله بصدق باش نقول. وعلاش ما توصلتش؟ خاطر إدارة القناة التوجه نتاعها استراتيجية نتاع قناة تونسنا. سي عبد الحميد بن عبد الله راجل فاضل محلاه صاحب القناة، حكينا كذا، يقول لك انا ما نربحش ما نخسرش. اش معناها ما نربحش ما نخسرش؟ انا يلزمني الفلوس، يلزمني انت تجيب الاشهار ونقسموه 50% 50%. اش مدخلوا الفنان في الاشهار؟ انا كفنان وكمبدع وككرياتور وكمنشط ما نجمش نمشي لمعمل المقرونه والهريسه والمرمز ونستنى البي دي جي اللي يجي ويعطيني وما يعطينيش وندرى شنو. انا حبيت هالفكره، حبيت نعمل ايميسيون هكا تولك شو مزيانه والجمهور اخذ تبارك الله. انتم قداش؟ احنا 30 في وقت من الاوقات نقصوا منهم 6 ولا 24 برك، فانت معايا بنية برك. انت هاك شفت اللي يخدموا معاك، تجي تلقى خدمتك حاضره كل شيء، كاستينغ الدنيا الكل ويعمل شيء. انا انت كلموني اتصلوا بي حكاوا معايا، حضرنا سؤالات مع الفريق نتاعك نتاع الاعداد المونتاج. خويا انا عندي اسيستونت برك اللي هي نهله الحبشي، تحيه لها، جورناليست، وحدنا. فانت نحس بالدور اللي انك تعمل كل شيء وحدك، ومالغري ساكي ماكلي عنده حارتين عظم وشطر باكيت وكعبتين طماطم، ويقول لمرته واي جايين 3 ضيوف اليوم من اعلى طراز ودبر راسك ويزمك تخرج على شيء باهي. وجبت فنانين بون ما نخلطش نجيب الخطاب، اما هذيك مدرستي انا، مدرستي نجيب تلقى اي الايديال نتاعك. اي التوب بالنسبه لي انا التوب. اي الممثل ينجم يكون تلقائي في 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 هكا في لا ينجح. أي. ينجح تعرف علاش؟ خاطر مستانس بالكاميرا، مستانس بالتلقائيه، مستانس بالسيناريو، مستانس بالجمهور، فهمت؟ ينجح الانيماتور. هوك شفت في ماستر انت معناها ولا في سوريا ولا في لبنان ولا تلقى الممثل، وممثل علاش كان سينما ولا تلفزه ولا كذا، ويعمل لك منوعات وفي الليل عنده مسرحيه وهمت اون باراليل يخدم معناها ما يقفش. فهذاك علاش التجربه كنت نتمنى انها تتواصل، ما توفر الامكانيات ما توصلتش. ما تنجمش تكمل بحاجه كيما هذيا، فهمت؟ وانت تجيب وانت تخدم وانت تلوج وانت مانيش خدمه. خساره خساره انتو ليكا خساره على خاطر انا قلت لك ثم سولاف مثلا ولا عبد الرحمن العيادي. عبد الرحمن العيادي قال بامكانيات بسيطه جدا برنامج ناجح جدا. عبد الرحمن العيادي وما ادراك، معناها مش نابورت كي، ولا تجيب سولاف ولا تجيب ناس كبارات تاع ليكيب ناسيونال في الارجنتين كيما غميض وذويب. والله كي حكيت سامحني كي حكيت على الكره توا عندك حاسك عندك غصه من الكره. هاوي قبيله نحكيو في الكواليس، راه تحب تحكي تحب تحكي ما تحكيش ما تحكيش. انا نبربشك خاطرك صاحبي خويا، انا نبربش خلقي من بربش انت. حاسك عندك بخلاف غصه من الفن بدات تنقص خاطر السنه خدمت مليح. لا والله ديما ديما نقبل الزغليله في عينك بالدموع، وعندك لطفي غصه من الكوره
وخاصه من الجمعيه في الجمعيه بتاعك تاع الكلوب الكلوب افريكا خاطر مش الفنانين الكل يقولوا انا نحب الجمعيه الفلانيه مش كل انا من الناس اللي يقول ملي انا صغير نقول نحب الكلوب ليه انا باش نكون صادق معاك وانا هاك شفتني كلامي صادق خاطر قاعد يوصل اللي قاعدين يتفرجوا فينا والجمهور اللي حاضر راهو ما تاكل كلمة كتبه لك ربي نمن انا بهذايا لو تطلع تجري سبحان الله انت تجتهد وربي باقي عليه هو أي. اما انا نجتهد معنا اذا انا ما ثماش مثلا برشا خدمه ولا ما ثماش برشا انتاج ولا كذا انا اجتهدت حاولت حاول. ما ثماش فهمت من تاكل ديجا عملت اسم ما تهبطش لي تحته أي. ما تعملش حاجه بسيس وكهو وتعمل حويجه في المستوى موضوع الكوره موضوع الكوره الكلوب افريكا وانا كنت عضو في هيئه القدماء معناها كي تشوف الكلوب وين وصلت كيما يقول عبد الحليم لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه معناها تشوف الكلوب دمرها سليم الريحي كلام هذا باش نقوله انا على مسؤوليتي فهمت دمرها سليم الريحي وقت يجي انت تقول له اعطيه هذا كرول اعطيه زوج شهريات اللي 50000 دينار معناها 100 مليون سي تروا فواريان لا يمشيش كهكا الفيفا بعد ياخذ مليار وزوز مليارات سي لطفي ويقول لك لا ابعثوهم لي هو يراني هنا في كلوب سفاكسيان كرول ويمشي يصبوهم له ب 30% للقباضه ولوزاره الماليه باش يوصلوا له لهولندا غاديك بالاورو 2 مليار وصارت مع سانشيز وصارت مع كرول وصارت مع معناها اربعه ولا خمسه مدربين يمشي يشكي معناها لكن مشى على روحه سليم الريحي ما هو هذيك الغلطه هذيك الندابه وقت اللي مشى سليم جاء عبد السلام اليونسي اللي هو كان رئيس فرع راه ما تنجمش انت تكون رئيس فرع وتجي تبيع الاوهام تقول هاني جاي للكلوب انا وهاتوا تشوفوا شنو اللي باش نعمل وعندي 5 مليار 5 مليارات باش ندخل بهم وتغلط نفس الاغلاط وتحط مثلا مدير رياضي اللي هو ديريكتور تكنيك في الكلوب ويشري 14 جوار تقريب وكل 14 جوار هذوك بالفلوس يشريهم وبعد يفرقهم على الجمعيات بلوشي هاكا عندك هذاك معناها نفس الاغلاط معناها هما بيدهم ايدونتيك نفس الاغلاط اي سيرتو سليم كان عنده الفلوس يبل ويعل قال لك هذا ليش لهم يحزنون هذا ما ثماش فلوس تحمل مسؤوليتي في الكلام هذا كي مش تحمل مسؤوليتي انا ماذا بين نمشي تو لدارهم نقولوا له الكلام هذا قدام ولاده في بالك ثم جوارات ما تعداوش من قدام البارك ما لبسوش زي الكلوب افريكا وشكاوا للفيفا وخذوا فلوس خاطر صح مع كونترا هذه استراتيجيه غالطه هذه الناس اللي حاطينهم معاها تو انت الاغلاط شنو هو الحل تو انت تحكي على الاغلاط اعطيهم له الحل والاغلاط وحتى حضروا ما قاعد يدفع الكلوب راه لو سول مسبيع بالكبارات بالكبارات الاخرين يقول حتى حد ما يدفع حتى حد شنو ما لعلوش حاطين اساميهم اساميهم وكا زعما الكبارات وكل شيء حتى كي باش يدفعوا حاجه مبلغ زهيد جدا ماهوش في قيمته حجم الكلوب افريكا قلت لك عاد على الكلوب ونسكروه الباب هذايا اللي توجعك جمعيتك إيه شنو هو الحل اعطينا حل انت توا الناس كل تحكي بلغتك الناس كل موجوعه فماشي واحد جاب حل الحل موجود شنو انت فاشل تمشي على روحك هما رؤساء دوله وزراء بسهوله عبد يدخل فاشل يخرج فاشل اي انت فاشل وتكمل تو انت ليميسيون هذه وكان فشلت فيها تواصل هاني مواصل تو شاهد شاهد هاني مواصل انا اللي دار نحمل المسؤوليه كامله بتاع الفشل فهمت هذاك علاش انا حسب رايي خاطر شدوها في وقت من الاوقات جمعيه تسييريه عندك اسم ومحلاهم هاو من الاخر عندك اسم عندك اقتراح مش اقتراح لازم حد يجي اي شكون حد سهله في المهموده هكاك ثم ناس يطور خير باش نجي ثم ناس يقول لك ما انت تسميني لكن انا ما نحبش نجي ثم ناس عندها فلوس يلزم شكون يجي عنده الفلوس يقول له وين يعطي يقول فلان اجى حشتنا بيك في الكلوب برشا ينجموا يجيو علاش ما يجيوش برشا يخرجوا اساميهم هم جايين هم مش جايين تقبلوا يرجعوا لكم سليم الريحي لا انا واحد من الناس لا ثم ناس قالوا نحبوا نسال لا 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 بقبقها اسمع هكا صحيح وكلامي ولا غلط صحيح طب ما ندخلنيش في الكره وعنده جماعته وعاد وعنده ثم ناس قالوا نحبوا سليم يرجع كي عنده الفرقه المسيه اللي من تالي تخدم له وكل لي باج وكذا وكذا لكن انت فشلت وخليتها مبقبقه انا نعطيك كلمه تو تلم لك الدنيا كل سليم كان جيت انت تحب الكلوب ما تبقبقهاش في الديون وتمشي راك صفيت نظفت ومشيت وخليتها باللي يجي بعدك يلقاها هكاك اما 80 مليار باش ما يقرب لها حتى حد تقعد مزرعه نتاعو تاع سليم وكاو 80 مليار هو قال ما يوصلوش خاطر هو ديجا كي شكاو قالوا له عندك 27 مليار عندك وينهم فلوس البوتيك اللي تاخذ فيهم غادي وينهم فلوس اريد وينهم فلوس كذا وين فلوس الاشهار وين فلوس اللي تاخذ فيهم تاع البيبليسيتي فهمت كيفاش نزلوا عليه لكن هو هاني قلت لك ما نتصورش كان احد يحب الكلوب ويذبحها هكاك ويمشي ربي يهدي باه نسكروا موضوع ان شاء الله ازمه وتتعدى ان شاء الله تلقاو حل في مصلحه الرياضه وفي مصلحه تونس بيان سور اذا تكون جمعيه كبيره معناها تضاهي باش تبدا ثم ديما كاريزما نتاع جمعيه كبيره رمضان السنه اش عندنا صاحبي والله ان شاء الله الهربه اثنين اللي كانت نجحت في الهربه واحد اه
عملت نتاع مدير امن معايا دي زاكس مزيانين اللي عارف صادق حلواس عارف صادق حلواس اي ومعايا تفرج شويه ولا يقولوا تفرجت تفرجت لا لا انا تفرجت مش هو انا تفرجت ونحب نقول لكم حاجه انا جنرال مومن تفرجت برشا تفرجت عجبني الهربه وخاصة أولادي صغار عرفت كل تولي توحل ما كنتش أنا أولادي تو ولاو ينجموا يتفرجوا ويفهموا أربع سنين ثلاثة سنين ربي يفضل ولاو بابا يحط لنا الهرب الهرب تراسيلي نتفرج فيك وفي جعفر وفي الدنيا معناها بالسيف وعم روحي نضحك خاطر أولادي يتفرجوا عندك كان ما جاوش أولادك تخذنا ربي يفضل لنا أولادك يا خويا لا لا عايشك ولا لا محلاكم وتعرفني أنا بصراحة تمنيت بنيتي يتواصل اللي ليك ليك اللي باش يكون معاكم في الهرب اثنين اي هو خاطر مشى للضفه الغربيه لا لا جاء لنهر الاردن من بعد صحيح جاع يلعب على الحبلين يا خويا ما ندريش انت قلت لا لا باهي نحن اي واحد مرحبا به هنا في التاسعه ما عندنا حتى مشكله وكان نقول لك حاجه اخرى مرحبا زاد بفريق اللي يخدم معاك في الفيلم بسام وجعفر وكريم كان يحبوا يجيوا لهنا ويعملوا انترفيو على السينما وعلى التاريخ مرحبا بهم نحن انا عبد اللي شوتو عبد اللي شو تايم سي بور تو لي زارتيست ما عندي حتى مشكله بالعكس كلامك صادق معناها هاني نقولها ما عندي غدوه يس تليفون يقول لي نحب نجي لهنا مرحبا بهم واحد واحد حتى هادي زعيم عامل شعره وكيكه مرحبا بي شو واحد واحد ماذا بينا يجيو اثنين بواحد احنا ثلاثة بواحد اي والله اي مونتوم هزوا التليفون وقولوا لهم يجي يا ولدي يا والله خاصة يجي التليفون والله عملت تو انا كان ما كلمنيش بيجا نجي واحد تو والله عملت هالف مرة تو هكا تو لطفي عارف يجيو بيرو يدقوا الباب هكا يجي ورا الواحد عارفي والله عملت وينكزوا بالقفز والله عملتها ما تصورش قداش وعملتها مع برشا عباد ما عجبتنيش لا والله يجي انت تكلموا شكون قال لك ما كلمتك كيبدا عرس شكون قال لك ما كلمتك حد كلاس ام اس لمستها تو عرس مثلا هادي ونجيب ها بي واجا لك تفرج لمستها الناس هذيا يا ودي كلم كلمتهم يرحم والديك واحد كل واحد واحد كل واحد, واحد. كلمهم اثنين بواحد وفكرني واحد واحد ما يجوكش انت معروف مقلد خشين امشي امشي وين نمشي عندك شخصيات جديده التقليد قيس سعيد تو مثلا قيس سعيد من نورمالمون وقته لا ما نقلدوش بالحق عليه لأن الدستور يقول حسب المادة 38 لأن تكماسة يوقفوا كان البياج هرقلة يحكي بس في بالك قيس سعيد ونتحمل بورتون حبه معناه ودفعت عليه دفعت عليه أنت في الحملة هاي قيس سعيد كي يتكلم بالعربية العربية طلبته مرتين قلت له سيبني صح سيبني انا شيخ على جوهر مبارك كنت هو موجود يومين كنت جوهر مبارك اي زاد جوهر وضمينا فطلع لك شبكه دستور مع شبكه دستور عملنا شبكه عشان وفطور طلع وضمينا ما تفهموش يتكماسه كيف كيف جوهر مش نورمال كي المزغني مازال متغش عليك ولا اوه عليك الشنقوما شنقوما بلا عاود لي خلي سيدي يرجع يتغش نحايروا حايروا الاطراب موش بدني مره قال لي عرضي في لفايات قال لي يا اخي اعطيك ديواني واش بدلي ديواني قلت له تعطيني برقادي جبت لي ديوان ومصح فيه يعني أنا كانت بداياتي يعني كتبت قصيدة الشنقومة وقلت حبيبتي حبيبتي تمضغ شنقومة حبيبتي تمضغ شنقومة فكم تمنيت أن أكون الممضوغ مكان الشنقومة الله الله قرد قردن اي قردن 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 برشا قرود قردن 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 ازرق يتلفن لمراهقة حمراء دجاجة دجاجة عذراء اين السراديك جا 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 حبيبتي في تنبك المصروف لا اكزاجير بالفرنسية لا اكزاجير لا أكزاجيرو إذا قلت إن حياتي جاءت حبيبتي جاءت من تحت الباب إنها فاتورة الضوء إنها فاتورة الضوء هو عنده برزولية كامل هما يقعدوا يتعاونوا هو عنده برزولية هو عنده كتابة فكاهية حلوة ياسر ونحن نعرف دخل البرلمان اي تعبد البرلمان وقال باع هاي باع صدقيته عمناه ولا نفيته ولا ما جاكش لا جاء جاء لا ما عليك ليه قال لي انا معناها هو شو اللي قلقوا قال لي وليت انا وقت اللي نمشي يعني يقولوا شعري يقولوا لي نريد هنا قصيده الشنقومه واقول لا ليست لي اما قوى فاز عمل المزغني قالوا له بزيد الطلبه بتعمل اكيد تقول لهم شويه شعر قالوا له ما عندناش فلوس قال لهم يا اخي من يقرا على الاحياء
يخلص، من يقرأ على الموت يخلص، أنا أقرأ على الأحياء. معناه هو يحب الفلوس، ما فماش فيها بيع وشراء. قلد غنوشي؟ لا سهل غنوشي. ما أنا الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازم تقلدوا. ما نمشيلوش برشا، ما نمشيلوش برشا. شكونهم اللي؟ عم فتح مورو نمشي شوية. أنت عم تفتح مورو؟ أي. أي. سيادتك ربي يبقيك. حين أيضا ضربوني بكأس ترابلسي. كان ضربوني بكأس ماتري تتعدى حين أيضا سيادتك ربي يبقيك. مالا كيفاش حين أيضا؟ كنت جبة كنت جبة وكنت الدنيا. جو عليه. شكون أحسن واحد يعجبك في التقليد؟ لا معناها تقلدوا مش مقلدين شي منافع. والله اكثر واحد شيخ علي بشير كتقل. رجب وقت سيرتو يعمل ابائنا المسنين نتاع نهار الاحد محلاه الو امي ذهبيه اهلا وسهلا امي ذهبيه دمدومه اها اها امي ذهبيه اي وينك امي ذهبيه تراه خطيبك عاد بكري راه يهز فيك للدراج وتضربي في البنبلوني يا دمدومه اسي بشير ما بها كلامك ترشك زي اللباء كي تجي انت لا من ياكل لا من يشرب نهار ازرق مبروك هيك عجيب هي امي ذهبيه عاد هيا امي ذهبيه عاد مولا بيتك عاد بكري راه هكا هكا بيك عاد مولا بيتك شو يقرب لك امي ذهبيه اسي بشير من اللي كبرنا كل حد على روحه العاد يقرب لي لنقرب له خليك هكا وكهو محلاه بشير رجب وصادق ياسرك الراجل وشيخ معك الشابين كل نهار حد محلاه بالحق محلاه شوف قبل ما نسكر معاك فما تصريح غريب قلته شوية في الراديو حبوا نرجعوا في أحد الحوارات قلت أنا نحس في روحي أرجل واحد في تونس ليه مو إي إف إم وقت تعمل الانترفيو قلت ولا ما قلت الساعة قلت ما مش هذا كيف بالضبط تقول أنت أرجل واحد في تونس راه ليه ليه أنا فما أرجل مني برشا أنا نحسك أرجل مني مثلا لا لا علاش جمعة والله أرجل مني والله أرجل علاش شوف أنا جيت في كونتكست هما ما تعرف كيفاش تخرجوا في الجريدة وإلا في برنامج يخرجوا الكلمة اللي باش يشدوا بها الناس انا قلت كلمه واحده قلت انا ما نذلش يمد لي مثلا صارت لي مرتين مع رئيس مدير عام يسلم عليا ولا بي دي جي ولا وزير على السلامه ويمد يده هكا ما نمدلوش يدي جربت حتى بتفديك مره انسيت ومد يدك كنت داير هكا كي تمد لي امو احترمني كبشر كانسان احذر لي كي نبدا انا قلت في مكتوبي دينار وما عنديش حتى معناها فلوس ولا نمر بظروف خايبه نحس روحي ارجع الراجل في تونس قتل ما نذلش ريتهم هذوما نحكيو على سليم مثلا الرياح قبيله هك لي جارد كور وك الجماعه اللي مغادي كل مشاشوات سليم سليم سيد الرئيس سيد الرئيس خليهم الكل ورجع لي في استاد المنزه وجاي يسلم عليا على السلامه سليم يحترموك يكون انت صادق وكي انت ما تذلش اي عاد انت رجل واحد في تونس قلت لا لا قلت كي بدا انا ظروفي خايبه في كونتكست جيت وعندي دينارك شدوه لك كبشوا لي فيه يا سيدي انا اليوم انا 80000 مليار بعد الاولاني نجي ونحيوها لي انا رجل واحد مانيش خويا رجل واحد انت دوزيام لا لا انا الاخراني خويا الكار اللي مروح على الدب باهي لا لا كي قلت لك معناها انت واثق من رجولتك وانت راجل سيد رجال ولا نعرفك صاحبي الحمد لله خويا خويا قبل ما نتعداو في عندنا جو اسمه التاكسيفون اللي برشا ما عملناهش جو دمدوم ياسر جو دو فروي جو دو فروي فوالا نحب نسالك بعض الاسئله وتجاوبني بالحق باهي فما حاجات شخذيت منهم ولا شخذوا منك الفن اعطاني عمري الفن عمري انت اعطيته ولا هو اعطاك عمره اعطاني واعطيته بيه؟ زوجنا لا النيه صافيه نحن راه انتم مانيش مسؤولا هذا اشهار مجاني باهي لا كامله والدك والدي يرحمه وينعمه حتى في جاري حموده يقول لي يسالوني الناس يقولوا لي بالحق لطفي انت ضربته فكيت له كورته ما عشت طفولته كذا نقول له ما راني عملت له برشا لطفي اما الله يرحمه وينعمه وانا مسامحه ان شاء الله هو يسامحني وخذيت منه برشا حاجات اللي القوه الشخصيه والرجله حتى طريف منه حتى شويه رجله والدتك امي امراه عظيمه ياسر امي تحملت على خاطرنا وسبعه صغار وطب ومش كما قبل معناها العيشه كما تو بالكوش وبالكفنت وصغار احنا وبابا مثلا كنا بالشوالخ مش بالكوش صحيت ويذبح العلاج بابا وهي تنظف وتريقل وتمشي وتتحمل وتصبر على خاطرنا قبل مش كما تو طلقته قبل كانت الام تصبر تصبر تو يطلق يقول لك هي طلقت طلقته خوك الله يرحمه خويا تهزيت كي توفى عبد القادر خويا عندي خو برك اي وتوفى وحنا ما في بالناش اربع ايام نلوجوا عليه في ظروف غامضه اي في ظروف وهي وحده معناها ولاده يعيشوا لبرا وهو ما عاودش حياته وتوفى وحده معناها كانت وجيعه كبيره تلوجوا عليه اربع ايام؟ اربع ايام هو ميت في الدار في حي الامل في شو عنده؟ في الدندان ما عنده حتى مرض هو اكبر مني بعام معناها ما عنده حتى مرض خلطه الساعه وهو وحده
وخايبه الوحده ما يلقاش كون يمد له كاس ماء. الله يرحمه وينعم. الله يرحمه وينعم. قناه حنبان عطاتني برشا. قناه حنبان باش نكون صادق معاك معناها ايام العز الكل في حنبان. كنت الفتى المدلل، كنت نعمل سيت كوم، نعمل كاميرا كاشي، نعمل حنبان في حومتنا، الاتجاه المشاكس، مجلس الشيوخ، نسبه مشاهده كبيره. تفكر مره كاتبين دليلك ملك والاتجاه المشاكس يتنافساني على المرتبه الاولى في نسبه المشاهده. بالحق تذكر صاحبي ايام عمري معناها ايام عمري. وكونتر ديكسكلوزيفيتي ما عندك عقد احتكار، ربي يشفيه العربي نصره معناها كان يشم شمان. نسالك على عربي نصره في نفس العربي نصره. العربي نصر مرأي الثورة إن شاء الله ربي يشفيه. ربي يشفيه. أما راجل معناها قوي شخصية، راجل يشم شمان يقول لك مثلا الاتجاه المشاكس تعمل منه حلقة يقول لك باش ينجح. مجلس الشيوخ عملنا منه حلقة قال كملوه. فهمت؟ إلي تريز انتيليجون. والناس اللي يعطيوه وقتها كما معنا بن غربية ولا سمير الوافي ولا علي الشابي ولا عبد الرزاق، العباد اللي تهز القناة يدللهم. نجيب خطاب. مدرسة نجيب ما يتعوضش. ثم ناس مستحيل يتعوضوا. حمادي العقربي ما يتعوضش، طارق، تميم، عتوقة، صالح شغام، نجيب الخطاب، محمد بوغنيم، ثم الناس دمادب كي يتلموا الله غالب انا هكا راه كي يتلموا كلهم ليزانيماتور ما ينجموش يعوضوا نجيب الخطاب. انا نذكر مره استدعاني وبرشا فازات، فهمت؟ نتذكر انا مره استدعاني ومعنا مطربه كبيره معناها، وقال نستقبل مكالمات تليفونية. ضغط كبير على التليفونات اليوم من الأسبوع اللي فات، قلنا باش تجي الفنانة هذه ما سكنتش التليفون. قالوا له ليه راه ما ثم حتى تليفون. أنا قرست. لا قالوا نعرف ضغط كبير، يصبروا معانا. بربي أنت كفنانة مخضرمة. قالت له ما تقوليش نخضرت، أنا مش مخضرتة. فهمت؟ وقعد يدبر لها في السؤالات من هنا غادي. في الآخر جاء تليفون برك. نستقبل مكالمة وحيدة، نوعدكم نجيبها الجمعة الجاية ونجيبها في فرصة أخرى، أما بالحق صبرتوا معنا ويعطيكم الصحة. راجل قوي ياسر، سابق عصره، يعمل في الديريكت وقتها. مطمطة. مطمطة. بلادي. بلادي أنا في مطمطة بندقة. خذيت منهم وش خذيت منك؟ خذيت منهم أصلي، خذيت منهم جذوري، خذيت منهم أكل بلاصة كي تمشي لها فك الغيران لوطة، ما نمشيش ديما صحيح، ما كي تمشي معناها تلقى كتيبة نتاعهم، الناس طيبين نتاع ناس قبل، عنده دجاجة يذبحها لك هذاك اللي ثم، فهمت لطفي؟ ناس صادقين وناس زواولة طيبين لأقصى درجة المطمطية. النادي الإفريقي؟ عمري مش عائلتي الثانية، روحي الإفريقي. أنا قلت مرة يا لطفي، قلت مرة وقت وصلنا نلعبوا على التياح وتعبت الكلوب برشا، قلت كان باش يتيح الافريقي وانا موجود وحي، ان شاء الله نتوفق قبل المرة الافريقي في القسم الثاني. شكرا صديقي، مرحبا بك. عايش ربي يخليك لطفي، بارك الله فيك على الاستضافة. ان شاء الله من حسن الى احسن. انا غايدتني كان طفل هذه يظن في كنال هالباتين ده ما باعت حتى قهوة. ما باعت حتى قهوة. لا هو راهو القهوة حطينا نحن اللي ذي على الدوموند، اللي يحب قهوة ياخو، ما يحبش ما نعطيهوش ما نلزوش نحن على قهوة. أنا كيما لوتيس قالت لي تشرب قهوة، قلت لها لا تاكل، قالت لي بلاش فاش نفرحوا بك، تعطيني فلوس تو كي نعطيني حقهم. تعطيني حقهم نعطيوك حق القهوة. تعطيني حق القهوة. تنعطيوك 3000 خويا دبر راسك. علاه فيها لحمة القهوة 3000؟ لا ذي اللي صح. نتعداو لعبة التاكسي فن يا لطفي. اوكي. الجو تاكسي فون، ورجعنا مع لطفي فزدقة. لا من فضلك. بندقة. صحيح، والقاتوشال. والقاتوشال. لطفي بندقة والقاتوشال. لعبة التاكسي فون باش نختبروا فيها ثقافتك العامة وقدرتك على الاحتمال الضغط والصبر على البلاء، خاطر برشا بلاء باش يجيك. باش تجلدوني. تتشوف تتفهم الحكاية. باش نلعبوا لذين استطاعوا مع بعضنا سيرين بلها. سيرين بلها. سلام. عسلامة. هاكا ما نسيتها لك سيرين بلها، انت ماشي في بالك تقول بالهادي وانا مسميها بلها. هاكا هو. بلها يا خويا. حتى ثقافتك زاده باش نسن. ثقافتي انا من غير ما تختبر ثقافتي صفر. بي كل واحد يشد بلاصته باش نكلمكم بالتليفون. ندخلوا التليفون. كلامكم بالتليفون تطلبنا انت عندك نوامرنا نورمالمون نعطي نمروك حس روحي في البلفيدير فهمنا الساعه شنو اللعبه باهي كل واحد نعطيه سؤال في التليفون جاوب صحيح نحط له هو حد من الببليك بحذاه يخسروا اللي يخسر اللي يخسر دخلوا عبد يخسر فوالا حس روحي في مطهره ربي دخلوا بزيد بنات شكون نبدا خاطر مرته مغياره
يا عبد الله شو بابا تسمع فيا ولا ايه؟ رنا زواولة. لا عرف رنا زواولة ذيك عليه اخوي حب نفرح بيك. بشكون نبدا بلطفي؟ ابدا اي لطفي من لطفي من لطفيين. اي لطفي يا لطفي. اذا التقى اللطفيان يحذف ما سبق. هاي هز تليفون لطفي انت عندك. بس تليفون سي لطفي. ترن ترن ترن. استنى نبدي له بسؤال. اه زين نبدي له بذا. الو عسلمة. اه عسلمة. اه سافا. اه لاباس. لاباس. بربي قل لي شكون مؤلف علم العروس؟ تعرفوا علم العروس؟ لا لا ما نطيبوش. لا جاوب بالرسمي راه سينو باش ترسيلك. ابن رشد الجاحظ والا الفراهيدي. الجاحظ. أبون؟ آه وي. سور؟ سور سارتين. ألف علوم الجاحظ؟ شنو؟ لا لا ما سمعتش أنا مليح شكون لسه. علم العروض مؤلف علم العروض. إي. شكون؟ عادي لسامي شكون قلت لي؟ ابن رشد الجاحظ ولا الفراهيدي؟ ابن رشد. يا ودي كان طبيب ابن رشد اقعد هكاك. ابن رشد خوه بل. كنت صحيح غلط. بالحق؟ إي علق. إي جيب له علق علق. استنى. شنو هي لا بون ريبونس يا عزيز؟ الفراهيدي بيان سور. الفراهيدي فرهد الفراهيدي فرهد. اها هو جاب لك حاجه بيه. ما بديتش جابت لي باتمان. لا جبت لك الطيب. جابت لي باتمان. بس قلت ما تحبش بنات كرسو تاع 800000. ما في المعتهر جبت له الطيب. هيا قعد غير. قصرين فص. هاي انت العظم اللي تتبلي. هاي باش تطلبني انا. خويا انا عنده زوج. ترن ترن ترن. الو. انا نعرف ثقافتك كروية. شكون معايا؟ أنا مولات الكورة ثقافتي الكروية. أي 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 شلبسة؟ شلبسة توا حبي؟ نحلوا الكام؟ أه؟ نحلوا الكام؟ حل الكام حل وحدك وحدك وحدي ولا وحدي بيه اسمع نحلك الكام أما أكونديسيون. لا قل لي قل لي قل لي شكون آخر إيكيب هازت تشامبيونز ليغ؟ ليفربول. آخر إيكيب هازت تشامبيونز ليغ هو هذايا الظاهر جيب واحد من توا وكاوي. ليفربول برشلونة ولا الريال؟ شكون الأولى؟ ليفربول برشلونة وإلا الريال. أنا الحقيقة الحقيقة مع معرفتي الخاصة في الكورة هكا وطبع ياسر الكورة ليفربول. لا هذا سابوتاج والجواب صحيح نسي الجمهور. استنى 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 سامحني سامحني حل باب علينا بالله باش نموت. ايش مدمازيل لابسه باللزق؟ سامحني بالله علاش السؤال رخيص وانا تحطي شخص بلدي ولا شخص بلدي؟ اسكت يا لطفي ادخل. حب نروح يا خويا حب نروح حب نروح يا خويا باش نموت انا هنا. باي 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 لطفي حاسدك شويه معناها. لا والله لا مش حاسد وصافي على البلد جديده كلبو دار نقول لك كلمه واحد سيرت تلقاني في المسرح. دور دور وين دور النجم دور وما دور تليفون يا لطفي. دور 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 عليه سؤالات ترى. لا لا آه عليه علي سؤال هو ساهل ولا صعيب عليه حرام بي سؤال مقر الصندوق شخص بندي صعيب. استنى استنى عايشك عايش وين موجود مقر الصندوق مقر صندوق النقد الدولي؟ وين موجود مقر صندوق النقد الدولي؟ سهل هذه اسكت تعرفها. واشنطن نيويورك ولا جنيف؟ جنيف شيخ شيخ في واشنطن صح. في واشنطن صحيح. يا ربي الحمد لله رأفت رأفت إيجا رأفت إيجا رأفت إيجا مرأي وتقوش نزار هاي يا رأفت عايش خويا يا رأفت هجان اسمع 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 كل واحد يشرب كرشو كل واحد يشرب كرشو كل واحد يشرب كرشو يدخل عايش خويا يدخل عايش خويا نخدم باش بكري علينا ولا ولا ياي ياي دزهم نحي ديك نحي ديك يدخل عايش خويا نخدم على روحي يزي عاد لطفي يدخل 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 يمشي عاد لطفي عاد يدخل يدخل بلاد مفتيح يدخل عايش خويا يا رب يدخل يا امشي امشي يدخل خلوه بوسيبا يا رب والله لا ينجم باهي استنى خر اخرج انت اخرج انت ادخل عنك ادخل عنك ادخل تو انت ادخل تو ادخل عايش اختي ادخلوني خويا انا ما نحبش فوني عنك عم نروح ادخل عاد عايش اختي صوروا ذا الكل قاعدين اقعد هكاك صحيت صحيت فوالا كيما في الكار تحب صحيت كيما في الكار اقعد بسيك واحده صحيت دخل الشطر صحيت اقعد هكاك لما كار ترن اخر سؤال الو حد ما يتكلم بربي ما نقولوا حتى حد حتى حد ما يتكلم شكون اخر جوج بربي شكون معايا ناس الطفله نتاع قبيل لازم بلاد راهو عائلات عائلات عايز نخرج نحل الكام وش لابس الدنيا مانيش لابس
تفضل تفضل. لا سيريزمون. شكون اخر جوار تحصل على البالون دور؟ ميسي، رونالدو ولا صلاح؟ ما يتكلم حد. ميسي، رونالدو ولا صلاح؟ محمد صلاح. صلاح. صلاح والإجابة غلط. هاي الكل هون يا فوج عليك. ها انت اللي تجيبها. ميسي هذا قتلي صلاح. فوج عليك. يجيبوا هون يا باش نفرح بيك. يا خويا سامحهم لي عليه. كاو برا ان شاء الله خويا مبروكين عليه. ان شاء الله هذاك حد الباس. ها تو اللي لازم تدخل. ها يدخل يدخل. تو اللي لازم يدخل يا باشا. ابزري. اسمع قولهم ينزلوا يديهم الكل فوق، يديكم الكل فوق. ينزلوا يديهم من فوق. اخر دورة المهرجان كارتاج الدولي، كانت الدورة 54 55 ولا 56؟ 54 بي. هاي السؤال الاخر هذايا. اي شنو صحيح ولا غلط؟ غلط 55. 55 دورة. هاي رجع له الذوب مالها. هاتيني شكون شكون؟ هايك هايك الطفلة اللي كان نفسها بتجيب. يا خويا حب نروح. برافو. اسمع يا سيرين يا سيرين. بالبيت. يا سيرين لا بيشك عايش اختي. استنى استنى. زيدوا كلي نفسها بالروز هذيك غلطتني هذيك. هايك نفسها بالروز غلطتني البلوندة. سؤال آخر. زيدوا سؤال آخر عجبتني اللعبة. باي 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 باي. بربي جاوب انت ما نسبش حالك يديا. حب نروح. الو الو. شكون؟ كيفاش الجو لداخل؟ جو ما نحكيلكش. فما فما معايا ديزانفيتي. فهمتيش ولا؟ تحبوا قهاوي؟ نحبوا قهاوي. لا ناقصنا كاسه انا. هذا يتبدل بس بالبرنامج يا عبد اللي شو ميت. فوطه يا لطفي فوطه. عبد اللي شو ميت. باهي. عدد الدول الدائمة في مجلس الأمن 5 6 ولا 7؟ شنو؟ عدد الدول الدائمة في مجلس الأمن 5 6 ولا 7؟ أي 7 5 5. والإجابة صحيحة. خمسة. كل يرجعوا هوني كل. أرجع. الحمد لله يا رب. استنى استنى اسمع اسمع. انت 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 ادخل ادخل. كما تشوفوا ما نجموش نكملوا الحصه مع لطفي بونت قهرب. هبش كلموا عليه حرس كان نلقاوه قلت ربي نجيبوه الجمعه الجايه ولا اللي بعدها. ميرسي ميرسي تو الموند. ميرسي لطفي بنطقة. يا رب الحق. ميرسي سيرين يعطيك الصحة. إجا لطفي ما تخافش هاكا مشي على رواحهم. جيت عند في برنامج جيت حروحي عنموت. عنموت. ميرسي لطفي يعطيك الصحة. ميرسي بوكو نورتنا صاحبي. ربي يخليك. سكر لي الفاصل. فاصل ثم نعود. فاصل ثم نعود. صحيح.